دلك سو دفاعي منه ميا عيد نوغو رين جرتي هذا ما وش قاعد كسو على علي سكرب كذا إني نقول إن هدي على إنا هذا أنت سياسي أنت كنتي أكرس جعلك كاني يا الله يدين تلين سوما تاسلو واتا وحا أوغاتان شعب كان رير أود وين هدي أتين يا شعب كستا أو قبل كستا أو دلكا نبت قليا ده يدين كان ليدي كغتقيا بشرح مدحوينا هم كان داد مرر سحسحان ما يتولو ينكود ما أنت هاي قرح دابو الطيارات فورية وكتقيا الصلاة والسلام على رسول الله وفتي مدحوينها سودوية شداد مرر إدنا ميرول بيسقيمي أنكو أكين أنتي وهي تي حالته مقال ماذا حدا قبل قداد مرير أود وينه الدرفية ذا كتمي وقناتي مسود وين تم تحوينه وده إلا برعاية الله رجيسة إلا حتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاك بعدي هل كان هذا البدل أرتين تانا دافين بروتوكول كوحوها مشرحة مدحوينة كحيقين يا مدحوينة اللي يسكو حكسيو ولا إنما ذو حمبي يكفر يا يعني حقي ديقانك تانا رالي بك أنت دون تان حق بروتوكول اللهم صل على سيدنا محمد هل كان وحا مدحوينة كدعي قرال وحي حكومة كرمية مدحوينة كتهي أيوقا وطي قبل كان داد مرين قبل كان داد مرين سبنا دي هورا ايداد كو يسو فاني جري سومالي دو قبل كي داد كفان كو هايستيب وها إلا برعو إلا تقدير إلا هرقيسة انتا كسو رغن بريان دم فان كو نغحو ماضي قرال كنو نغحو ماضي وانا سبن يرقي وعلى رقبت ويمع عدام اللي عده وحي أن الله وحباك سوي في أي مكان نسر جنو صورنا غنيا ما قبوا إن قبل الله ذكر اللوجا أحد أي سيد مشرح أحمد عوين كيري أو لوجا بدي أي وحن قبا أنتي كجسوا هجاك تي وحي الله قبل الله إن يقرن وسيدي دقن كود بريج هراء أنت شري أنكوا حنو أمي سنة هاي مركات ما الله يشكر الناس لا يشكر الله وتنين مركاتكم ما هنقد وحق سوق على عدة دم ما هنقد يسايد كسي بدين يسوع قبل الله دقارية دقامة دقارنا وحي سيران وحي هرا الطفر سوى بدن لبوسي يو أنا وكوا منهن ساعدو حقا قلبيت كيكو بدن تبالو ملايين يا مركا معلوم ما أها دتك وحنو برينا عشر ودقينا وردولتو هاد دررته هاكو جنيني oo agaagixinine waxa yeeshaan wixii hore qira waxa dambana sheegta waa asluubtii hore ee lagu yaqaanay dadka dhaqankiisu markaa fiican yahay taa hadaan ka soo jeedo gobolka waa lagu mahadnaqayaa waana halkaas oo loogala sii dhawaadaa qodob kalena waa idinku mahadnaqayaa waxa halkan laga qiray hadii loo dareero codka codka dad mareen inuu mucaaradka u badanayo waa la hubaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka sharaxan ee kulmiye labadaba way og yihiin laakiin codkii 17 kii la siiyay codka badanayna siinaysana waan ogahay laakiin aad uma badna codkiinu yahay gobolnimo iyo soo dhaweyn iyo abtinimo haddaa ku buuxiseen kaalintii qarankana difaaciisa iyo qaybta a ku leediin muujiseen وأنتي نيم كستو مدحوينا النقطة وكفر حلها أما كفان لها أما نيم كستو موادين كفان لها وحوية دجان دجان مدو سيد عالم كبير هاي معارض يا محافظ نيم بد دجان بكحوق وين دجان كوكحوق وين هاي كانوا أدوينا وحمان تهشيس لقوية هاي أن حسب كرمية يا مشرحين تي سمقشينا يا نينكا صدح ده حسبي كلا ديغان كود وين حفيسيد او غفرن يهن ان انا ديبن دابيو اي سريح ريح مدنا كو دقمن اي كو هشيس يهن مالن بنينكا يمادا حسبي جيسا يتاغرياشي سو سلمي اين كو سو دويان
inta kalena waliba haday doonto taageero u muujiso sida gobolkooda qiimihiisa u soo saaraan taasa heshiis lagu yeelay baxnimadaan ay kamid tahay waxaan aanu access gareynaa dadku waxayna idhaahaan waa badawe inaanu ka hel baxsanayo dimuqraadiyadu ay noocato dimuqraadiyadii baan hirgelinayna taasuna qayb bay ka tahay waxaan ku soo dhawaanayaa deynta waa la isu faanayaa raggaygan golaha ku jira odayaasha ugu waaweyn baan ku jiraa maxamed iyo dee madaxweynaha iyo saajin baa in yar dhalaan ciiliga weyn markaanu maraynay karasharka iyo qoyta maxamed kaahin baa nahor ordayay abtiyaashay buu lahaa marka abtiyaashii maanta daadka la qaadsiiyey waa arkayseen dee abtiyaashii musubixii baa daadka qaadsiiyey abtiyaashii sacad baa daadka qaadsiiyey soo sidaa ma ahayn arrintu gobonimada horta waa sidaa martisoorkuna waa sidaa waa sidii laynagu yiqiinay waxa weeye cidulqaadkaynu lahayn deeqdaynu lahayn doodaynu lahayn warankaynu lahayn soomaalilaan inay calacalaysaad moodaayo xaggii waranka aynagaga shakiday dalka soo difaaci mayno miyaa cid inooga horrayn jirtay haddaba u sheega cid kasoo calacalaysa garabkeeda inaynu gelayna haddii alla yidhaahdo intaa siyaasiyiintu keentay ee kursi jacaylku keenay yaan laydiin tirin soo maaha taasuna waa taa waxaan leeyahay halkan mashaariicdii laga sheegay waxaan lagu darin oon halkan ka bayaaminayaa intii halkan aan fadhinay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday horta jeelkii imaka inuu dhagax dhigayo halkii ciyaarahana wax loo raadinaya sidii maxamed kaahin sheegay wasaaraddii halkaaso mashaariicda la furayo maanta waxa kowka ah kanaynu taagannay qurux badan ee dowladda hoose waxaa ku xiga qaybtii bilayska oo qayb qurux badan la dhisay oo laga dhisay meel anigu aan garanayo laban ahayd inta la dumiyey oo jarankan imaka talada haya ee buliiska dumiyey labankaa waxaa laysku hayaa mataliyaanigii baa dhisay ma ingiriiskii baa dhisay laban adag buu ahaa malaa labankii la dumiyee oo buluqbaash fadhihi jiray anigu markii aan yaraa in halkan joogay saajinkii buluqbaash oo deegaanka ahaa imakana waa tan deegaamadii la kala saaro qaar baa odhanaya reer saaxil buu ahaa laakiin weli caruurtiisi waa deegaanka waa kii caqalku halkan ka hadlayay waxaa buluqbaash waa la wada garanayaa madaxweynaha golaha wasiirada mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada waayeelka cuqaasha salaadiinta haweenka dhallinyarada reer oodweyne reer daad madheed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka daad madheed gaar ahaan magaalada oodweyne sida sharafta leh ee milgaha iyo maamuuskaba leh ee ay u soo dhoweeyeen maanta madaxweynaha qaranka iyo wafdigii uu la socday aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa magaaladani waa magaaladii oodweyne burca way ka daaweyn tahay taariikh badan bay leedahay halgankii bay ku leedahay dee waxaa la yidhi awr laba la siiyey dhalwanaa kuma faan kuma ahee meeshii waa oodweynoo hadday maanta islaba rogtay oo cadara muujisay waa gob iyo cadadeeda aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna arrinta waa nagu horreysiinaya waxa weeye waayeelkii halkan ka hadlay ee cuqaasha ahaa iyo sidii wanaagsanayd ay u hadleenna gobolkan ugu mahadnaqaya waa qabadkii dowladda ay ka sheegteenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddii dadka wax la taro dee dowladda qaranka ee madaxweynuhu maanta halkan fadhiya waxa loo tarto waxa weeye inay qarankeeda wax tarto inay qabiil wax ku tartana maaha de qarannima wax ku taraysa halla waa inaynu ogaanaa qarannima ayna wada deeqda wax kaloo ina deeqa ma leh wax kaloo ina deeqa markaynu shareecada islaamka aynu ka nimaadno wax kaloo aynu ku abtirsanno oo ina deeqa waa qaranka qabyaalada aynu dib ugu noqonaana maxaanku dhahda waxba inoo tari mayso wixii halkan laga qabtay aa sheegteenna waa ku mahadsantihiin gobolka oodweyne arrinta ugu darayd waa arrinta biyaha bara saabkuna waa kii biyaha ka hadlay cuqaashina waa tii ka hadashay
rigi bargi dhootaalkan yimi madaxweynaha yaanag iyo wafti aanu badnayna halkan aanu ku soo marnay waa riiga ugu dheer ee dalka wax ka qoda ninka ka yimi Mareykan buu ka keenay kun iyo dhowr boqol buu qodaa riiga labaad waa kii imaaraadku inagu ina siiyey dowladaha ma siiyaan marba dowlad baa la geeyaa laba bilood saddex bilood oo la mucaawinaa dib baa loo celiyaa intaasi ba biyay waayeen hindisaha dowladdan iminka dhisana ay keentay oo madaxweynuhu kow ka yahay waxa weeye intaan sahamin intaa ka qoto dheer sii helayno in gobolka daadmaree dhaamamka lagu badiyo taasaa keentay labada dhaame midna oodweyne yahay midna xaaji saalax yahay ayaa ugu weyn dalka dhaamamka ka qodan waxa saddexeeya kambidarwanaa ka qodan qoryaa idin yimaado waxay dhahdaan dee beeshan cidiidinmadan idinkama lahoo waxba laydinma siinayo oo labada saddexdaa dhaambaa dalka ugu badan oo ugu weyn oo qaarkood lix boqol iyo googo kun oo dollar ay yihiin ka oodweynayabaa ugu yaro waa shan boqol iyo googo waa kii caaqal cabdixakiim sheegaya ka xaaji saalax waa ka badan yahay dhowr iyo tobanka dhaam ee kale ee kuwan ka yaryar gobol ay ka qodan yihiin dalka somalilan ma jiro waxaynu samaynaynaa horumarka dalka gobolkan oodweynu ka mid buu yahay maanta biyaha wuu ugu badan yahay burco uu gobolkani ka midnaa dhaamamka wuu ka badan yahay sababtu waxa weeye burco baahi dhaam laga qodo ma yaalee burco meeshii laga qodo gobolka tog dheer waxaa laga wada helayaa ceel baa laga helayaa ceelashii la qoday oo dhammayna waa kuwii awdmay qolonimo laydinku qodi maayo qarannimaa laydinku qodayaa qolada idinku xoqanaysaa dee qarankaa ka mid tihiine maxaan ku dhahday cid laydin soo bari maayo taa idinkuna wayna ogaataan arrinta labaadna waxa weeye waa arrinta doorashada waa tii la sheegay madaxweynuhu uu ka hadli doonaa sacad baa si fiican u sheegay doorashadu way qabsoomaysaa ilaa labadii kun iyo labadii doorashaynu ku jirnay waayo arag baynu u nahay doorashada haddii ay dhibi timaado ninka maanta sharaxanee madaxweynaha ah ee doonaya inuu dalka maamulo hadduu kulmiye yahay iyo hadduu xusbi kale yahayba doorashada danta qura ku jirta waa nabadgelyo xisbiga sidaynu u abuuranaynana waa inay nabadgelyo u dhacdo waxa aad ogaataan shacabkan reer oodweyne haddii aad tihiin iyo shacab kasta oo gobol kasta oo dalka ah nabadgelyada idinkaa laydinkaga tegaya musharaxu madaxweynaha halkan daad madheer saxsaxan maayo iyo tuulooyinkooda maalinta ay qaraxdaabuu dayaarad fuulaya waa ka tegaya nabadgelyada ilaashada ciidanka nabadgelyada ee qarankuna nabadgelyada doorashada ilaalinayaan baaxda xusbiga kulmiyana meel walba waxaan leenahay nabadgelyo doorashada ku gala walaalihiin la gala xusbi walbana waxaanu leenahay brogaraamkaagana la kaali nabadgelyana maxaan ku dhahday hawshaada ku gal haddeerta ninkii yidhina waa runtiiyo xeer baa ka yaalo oo waatii intaasoo kungolo dhacdeeno kulmiyaha nibadda madaxweynuu waayayo siilaayay ahaydo dee muu caroonin manu xaqanin reer hebelna muu sheegano albaabkaasunbuu ka baxayo dee markii dambena uu soo tabco doorashadii dambena madaxweynuu helay nin walbana taasuu ku khasbay cid walbana xeerkaa khasbaysa xeerka u khasbay muuse biixi ogolaaday inuu musharax madaxweyne noqdo maanta halkan uu ku fadhiyo madaxweyne xeerkaa ogolaaday de inuu xeer baa siiyey sharcigaa siiyey doorashaa la galay madaxweynuu noqday berita wuu waayey halkaasuu ka baxaya nin kale oo halka sii fadhiyayo oo doorashada odhanaya laygama helin dee innagu garan mayna male hooyadii aabihii wali ilaahay ma abuurin oo maxaan ku dhahday ilmahaasi muu dhalanin nin walba xeerka ku ogolaaday inuu madaxweyne isu sharaxo ayuu ku ogolaanayaa inuu kursiga ku fadhiisto ayuu ku ogolaanayaa inuu albaabka ka baxo taasna doorashada waxaynu ka yeelanaynaa nidaamkaasaynu ka yeelanaynaa xeerkaasaynu ka yeelanaynaa waxaan ku soo ururinayaa cid kasta oo dalkan maamusha madaxweyneyaal horena way maamuleen kuwa dambena way maamulayaan
هو كده بيانه وما ملايان برشاد قرن كنا وين نولان يسا ويشري يسا دت كنا ولعلو هانا يا دت كنا شاربو هانا يا قبل كي مكداد مريد بين نشوجنا قبل كداد مريد هرجيس حد بوللي بربنا حد بوللي قبل كتقدر نحد بوللي مين داعي سينو صدح دواء الله نخضه مين دور تلاعي سا تقدر أفر بوحو للي بربري شنبي حد للي دخي وحاين ندالك كما مولينا ودالك يوم مدوسو شيدين اينا اوهر مركو كتيرا ان دادوينها شعبكا يقارنك سومالي لان دادوالارا ونولاش اجتماعيكا يسيدا اي خصم يسا شرعاتو اسلامكو ولا روضا نولينا يهاتو حسويدنا واحد الله سمي يددك سيني ولا راه هادان حسويدنا الله ما سمي إن يددك كلا قران هذا اللي يهي البابا كلا قلان واردنك يدين كلا قرايا إلا يدكو يدين كلا قرايا يهينا ترى هادان كلا قرك نقدا سوى واجب ماها هادان ورو ويدان عند كان ناس ناسين يسوى يدينك يدينك يدبتي دين تالا وحين دورنا ودولدنا دو سمي سنين إنا إنهم حانكو ده تايا هرمركو هلاه إنا إنه نبت جلس سكانكو هلاه إنا إنه هاوس لها كلاكو سكانه وحصاها ده هذا إمك كله إنت عنك ورهايو وزيرك عيارها وزارة الداخل جوا حن كلاش قينا يو كم ده يسنا يرمى نبت جلس ده كلاش قينا قرآن كان أودوينا وعمرها عيك عن تكو هيان إمك إنا هاوس ودور دمجترا وددن مررن هلك دمينا وين كودا هذا اللي حتى قعن تاكلوا هيا قردا من يوروبيان كام حنكو نزاي نجع وسيو قعن تاكلوا هيا قردا دا دا فريسي قرشه دا يسهمين تي دا يو انجنا ودي حنكو هذا اي حتى اول ريدي هوسه دا والله قالي فيرو دوينا متقولون بالله ربا كيف تكجسوا هكاكتير سودي عريان مدة هاوش الله ودانا إلى أن النبت قال يدر ما إلا بكد عن تدبا إنك عاونا يين هاوش حسنا سيدة تكوس عطمة آدي أدبا ندين سلام إنا آدي أدبا وما سنتين ويكوفي عند مدة إنت كبدن إنا نهيسنا ويكوفي عند وهي على فربطان إلا قسي هادلا هادا الوحو كو روسي هاي قدوميها قبل كا وهادا مدة يرچوغي ما يركي مقالة جا قرغان قروح دبدن لينور دسي وأنا أقول لك أن وزارة الداخل كترسيين وأنا أقول لك أن برسا يتليها قيبتا بوليسكا ودغمدي غوبالكي قيبتي سيبليسكا من الدين بسي أفرت الدغمبك تلتلي سالدغبكا ودشرة مجالوين كواوين سيدة تبقرايا لنا ربيس بكا ودشرة وحيد سنين وينو دسيين وحكا لنا وينو قبانينا وينو كوردينينا وحان كغا بحايا وحاوية ميلاها قار كود وحاي كايا رد تينيسا كود ديا دي خارو مرينتا ايه دقمدا محان كود هدا ايه قبل كوليبا تابقال ماها كان احساتا دي قبل كان قار با ماانتا فرديا فاك با حالك فرديو ايه سو هر چيدا وحان لا ناهي مركا الله سقو قبطو مال قبين كي دقمدا ني برعي يهر كيسي اسكا چوكي مايان واينا وحا قباتك ايه وحدركا قبل كسو ترسدان سوماها دولة دويدين كيم كمر كلمين لتعجب لا لا والله حساب تم يا إياك محاول حساب تم ويدين والله ده واسكوك هاي فصحى إنسان أما العك تواكسه دادين إنسان أدي أدوم هالسنتين.